10 حاجات اوعى عمرك تعملهم في كازاخستان. عشر حاجات اوعى عمرك تعملها في كازاخستان. رقم واحد، اوعى عمرك تتكلم في كازاخستان عن السياسة. حتى لو عندك اصدقاء كتير في كازاخستان هتلاقيهم بيحبوا يتكلموا دايما عن السياسة. نصيحتي ليك ما تدخلش نفسك في موضوعات زي دي وحاول تتجنبها تماما. اول حاجة لانك اجنبي مقيم مش من البلد، وتاني حاجة لو اتكلمت مع حد عن السياسة في كازاخستان ممكن تدخل نفسك في مشكلة من المشاكل مع اي حد، فنصحت ليك ما تتكلمش عن السياسة في كازاخستان. رقم 2، اوعى عمرك تتكلم عن الدين او اي حاجة تخص الدين داخل كازاخستان. على الرغم من ان نسبة المسلمين في كازاخستان حوالي 75%، وكمان في كازاخستان حوالي 4000 مسجد بالإضافة لعدد كبير جدا من الكنائس والكاتدرائية في كازاخستان، وبالرغم من التعدد الديني الموجود في كازاخستان إلا أن واحد من أهم المواضيع اللي نصحك أن أنت ما تتكلمش فيها أبدا مع أي حد وهي الدين أو معتقدك الديني، وده لعدم تعرضك للدخول في أي مشكلة مع أي حد على اختلاف من معتقدك الديني. فمن الأفضل أن أنت ما تتكلمش في الدين في كازاخستان. رقم 3، بالنسبة لفيلم البراد، اوعى عمرك تتكلم مع اي حد في كازاخستان عن فيلم براد سواء بهزار او سواء بجد. فيلم براد، اللي ما عرفش فيلم براد هو فيلم وثائقي مزيف بتدور قصته عن شخص عنصري متعصب من دولة كازاخستان. الفيلم فيه اساءة بشكل كبير جدا لدولة كازاخستان، وبالاضافة لاكاذيب كتيرة موجودة داخل الفيلم عن دولة كازاخستان. عشان كده فيلم براد بالنسبة للكازاخستانيين موضوع حساس جدا، فأفضل حاجة ان انت تتجنب الحديث عن الفيلم ده مع اي حد داخل كازاخستان سواء كنت بتتكلم بهزار او بجد. انصحك ان انت ما تتكلمش عن الفيلم ده خالص. رقم 4، بالنسبة للعادات اللي هي موجودة في كازاخستان عن اكل الحصان. في كازاخستان الحصان له مكانة كبيرة جدا عند الكازاخستانيين، سواء كان في سباقات الخيل او الصيد او حتى اكل لحم الحصان، وده من خلال اشهر طبق رئيسي في كازاخستان بشبرما. فاوعى عمرك تسخر من ده وتقول ازاي بياكلوا لحم الحصان او تعترض على دوت، ولازم تحترم دوت لان كل شعب ليه عاداته وتقاليده، فالافضل ان انت تحترم ده وعدم الهزار او التريقه على العاده دي. رقم 5، اوعى عمرك وانت في كازاخستان تسلف اي حد اي فلوس. معرفش ليه في فكرة كبيرة جدا عند معظم الكازاخستانيين عن الاجانب اللي بيجوا كازاخستان ان هم اغنياء ومعاهم فلوس كتيرة ومعاهم مشاريع خاصة او شركات خاصة، فلما تسلف اي حد فلوس في كازاخستان عمره ما بيرجع لك الفلوس دي مرة تانية، فنصيحتي ليك ما تسلفش اي حد اي فلوس. رقم 6، في كازاخستان في اماكن كتيره جميله غير استانا وغير الماطي. في اماكن كتيره جميله داخل كازاخستان. بالنسبه للناس اللي عاوزه تيجي لكازاخستان للسياحه فمهم جدا تعرف ده قبل ما تيجي كازاخستان. لو كنت انت ناوي تزور الاماكن السياحيه البعيده عن العاصمه نور سلطان او حتى عن مدينه الماطي، فنصيحتي ليك انك تاخد مرشد معاك اول حاجة، لان معظم الناس المحليين في الاماكن دي ما بيتكلموش الا كازخ او روسي، بالاضافة كمان لشبكة التليفون المحمول اوقات كتيرة في الاماكن دي ما بتبقاش كويسة. مش بس كده، ده كمان شبكات الانترنت بتبقى نفس الكلام ما بتبقاش كويسة. بالنسبة للناس اللي بتروح نايت كلاب ففي حاجة مهمة جدا لازم تعرفها قبل ما تروح كازاخستان.
لو بتفكر تروح اي نايت كلاب او اي بار، اوعى عمرك تروح لوحدك، لانك اكيد هتقابل سكارى كتير هناك وممكن يدخلوا معاك في اي مشكلة، وممكن كمان توصل لمشاجرة معاك، واحيانا ممكن توصل لقتل شخص. فنصحتي ليك لو عاوز تروح اي نايت كلاب او اي بار، الافضل انك تكون برفقة مجموعة. لو حد عزمك من كازاخستان في بيته فلازم تعرف الحاجات دي قبل ما تروح عنده البيت. اول حاجة لازم تعملها لما تيجي تدخل عنده في البيت، لازم تقلع الحذاء بتاعك قبل دخولك بيته، وده لان في اعتقاد كبير جدا عند الكازاخستانيين ان الشخص اللي جاي لهم بيبقى حامل لبكتيريا معاه من الشارع. وكمان لازم تخلع الطاقية والجاكت، وبعد كده بتروح للحمام وبتغسل ايدك ووشك. وكمان اوعى عمرك تنسى تاخد معاك هدية ليهم زي شوكولاتة او اي هدية صغيرة ليهم، واوعى تدخل بايديك فاضية عليهم، والعادة دي تحديدا زي العادات عندنا في الدول العربية. لو انت ماشي في الشارع وصادفك حد وحاول ان هو يتخانق معاك او يعمل معاك اي مشاجرة، فحاول على الفور وتبعد عنه وتتجنب ان انت تعمل معاه اي مشكلة. لو كنت ماشي في الشارع وقابلك اي حد وحاول يعمل معاك اي مشكلة من المشاكل، او حتى حاول يتخانق معاك، فنصحت ليك ابعد عنه تماما، واوعى تتخانق او تدخل نفسك معاه في اي مشاجرة، لان ممكن يكون الشخص ده خطر جدا، او ممكن يكون معاه في جيبه اي سكينة او مسدس. فحاول ما تدخلش نفسك في اي خناقات في الشارع. في كازاخستان ما بياكلوش الحمام ولا اليمام ولا البط. من اغرب الحاجات في كازاخستان ان هم ما بياكلوش الحمام ولا البط ولا الوز. فوع عمرك تقول ليه هم ما بياكلوش البط او الحمام او الكلام ده كله.